بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ ودائما به البداية، وعليه نتوكل ومنه دائما نطلب السداد والتوفيق والنجاح. أيها الحفل الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور. من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان رقيعات برنس الميادين في هذا اليوم، إذن يوم السبت الموافق 27 من شهر 11 لعام 2021، على بركة الله ينطلق الشوط الأول، الشوط الرئيسي، شوط الإبكار الحقائق. مسافتنا هي 3 كيلومترات. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. مع البداية مع المركز الأول، أسير مع الصدارة والقيادة من تفتتح النداء، بروقة من تاتي على المقدمة، محمد بن عبد الله بن غدي بن سعيد الدرعي من يقدم بروقة على المركز الأول، بينما المركز الثاني الواصلة يا سلام الداير فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي، بينما الدخول والتسلل القادمة الشاهينية سيف بن مسلم بن ناصر الدرعي الله، والمركز الرابع القادمة بكل قوة عوايد يعقوب بن حمود بن سالم الدرعي من يقدم انطلاقة عوايد على المركز الرابع والمركز الخامس. بعيد عنها نسبيا نبقى مع الكوكب الرباعية على البداية الأولى بقيادة بروق على المقدمة. الشوط الرئيسي أين يسير؟ أين يتجه؟ أين يبحث في هذا الانتصار الكبير؟ الشوط الأول يسير وينطلق ويبحث عن هذه الانطلاقة المميزة بقيادة بروق على البداية على المركز الأول، محمد بن عبد الله بن غدير بن سعيد الدرعي القادم بكل قوة، القادم بكل انطلاقاتنا. ولكن هنا الوصول والانطلاقة الشاهينية سيف بن مسلم بن ناصر الدرعي يا سلام، وصلت الداير من تتقدم فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي من يأتي على المركز الثالث والمركز الرابع القادمة بكل قوة، وصلت عوايد يعقوب بن حمود بن سالم الدرعي من ياتي على المركز الثالث، غير في هذه الانطلاقة الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير بقيادة بروق على البداية منذ الانطلاق، وهي تسيطر على البداية على المركز الأول، ولكن التسللات القادمة الانطلاقات القادمة عوايد يعقوب بن حمود بن سالم الدرعي يا سلام، ولعت ما بين هذه الأسماء. انظر من القادم، من الواصل، من المنطلق، يا سلام، الشاهينية، الشاهينية سيف بن مسلم بن ناصر الدرعي القادم بكل قوة، ومن الجانب الآخر عوايد يعقوب بن حمود بن سالم الدرعي الامثال الاخيره والقادمه الداير فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي يا سلام، يا سلام، الامثال الاخيره، الامثال المجنونه. انظر ماذا هذا الانطلاق الكبير بقياده شاهينيه سيف بن مسلم بن ناصر الدرعي، التهاني والناموس والشوط الرئيسي، اين يذهب؟ اين يسير؟ يا سلام، اقلعت 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 عند الامتار الاخيره، عند الامتار المجنونه، ولكن الداير فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي عنده كلام ثاني. الامتار الاخيره، الداير، الداير، الداير مع الامتار الاخيره. سلام وتحيه واحترام لملك الداير، تهانينا والنماس يا مالك الداير، تحقيق الداير الشوط الرئيسي، الشوط الرئيسي يذهب مع الداير، تهانينا والناموس، تهاني الفارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي المركز الثاني.
المركز الثاني وصلت ايها الحفل الكريم اذا الشاهينيه سيف بن مسلم بن ناصر الدرعي، والمركز الثالث اذا ايها الحفل الكريم هنا الانطلاقه ايها الحفل الكريم. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت عوايد، وصلت عوايد اذا ملك يعقوب بن حمود بن سالم الدرعي، والمركز الرابع المركز ابو الراقه ملك محمد بن عبد الله بن غدير بن سعيد الدرعي، والمركز الخامس المركز الخامس خريفه اذا ملك سعيده بن حموده بن حميده الدرعي. وتهانينا وناموس ايها الحفل الكريم، تهانينا لمالك الشاهي الداير فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي. توقيت زمني 4:36:58 جزءا من الثانيه، تهانينا والناموس لمالك الداير فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي.